السلام عليكم، معكم عبد الواحد الشمامي، لاعب سابق لفريق الجيش الملكي وايضا المنتخب الوطني. رمضان مبارك سعيد عليكم ان شاء الله، وعلى العائله وعلى المغاربه والمسلمين اجمعين ان شاء الله. يدخل علينا بالصحه والعافيه والمغفره والتوبه، ويرفع الله سبحانه وتعالى علينا هذا الوباء، وباء كورونا. بالمناسبة لابد من تتبع كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة، بما في ذلك التزام بالبيوت، وأيضا غسل اليدين أكثر من مرة، ووضع الكمامة والمساحة بينك وبين الآخر. فلهذا إذا تبعنا الإجراءات هذه أكيد بأنه غادي نساعده باش ما ينتشرش الوباء أكثر. الله يعاونكم، وتابعونا على لوسات تيفي.